الحين أنا اليوم بعطيكم نصيحة وطريقة للحفاظ على ظوافركم ويكون شكلهم وايد حلو فترة طويلة، وهم يغذي الظوافر. يمكن وايد بنات تعودوا على الجلش اللي يتم فترة طويلة تقريبا شهر على الظوافر يكون حلو. في شيء ثاني قريب من الجلش بس يفيد الظوافر ويغذيها هو الشلاك، وراح يتم طبعا فترة أقل يعني مثلا 3 أسابيع بس وايد زين وايد يقوي الظوافر. ورح نبتدي الحين أراويكم في جايا بيوتي في نيرجار شلون قاعد يسوي لي الشلاك. الحين رح تبتدي أول مرحلة بالظوافر اللي هي الأساسية البيس كوت. انت نحط احط ايدي في داخل اشعه معينه على اساس انها تنشف الظوافر، هذه اشعه وايد امنه ما في منها اي ضرر. وايد امن ما يخوف. الحين بتحط طبقه ثانيه الطبقة الثانية. في بعد أنا يعني هو حسب الطلب تقدرون تسوونه لون مثلا أحمر أخضر أصفر وتبر، تقدرون تسوونه فرنش. اليوم بسوي فرنش. بسوي كذا طبقة. الحين بكمل ظوافري بسوي أطراف الظوافر والفرنش طريقة الفرنش كالآتي. الحين خلاص ظوافري طلع وايد وايد حلوين. هذا بطريقة الشلاك اللي هي تتميز عن الجلش انها تغذي الظوافر تحميها. طبعا تستمر مدة تقريبا 3 أسابيع. المهم جدا انه بعد ما تخلصون ما تجسون ظوافركم لا بأويل لا زيت ولا بكريم لمدة يوم كامل عشان لا يخترب. واذا تبون الوان ثانية ممكن تسوون الالوان تبونها، تبونها يكون اخف الفرنش تبونها اكثر. وفي شغله وايد مهمه راح اقول لكم اياها، هي السر قالت لي اياها جين، قالت لي السر جين ان اذا تبونه يلمع اكثر تشيني شايني يمكن اسيتون تحطوا له تمسحونه باسيتون. هاو دو يو دو ات؟ بهالطريقه يصير يلمع اكثر، يعني كل ما يطفي تلمعونه كذي. ان شاء الله عجبكم عجبوكم ظوافري في سويتهم اليوم في جايا بيوتي في بنرجار، وأنا وايد مستانسة فيهم الحين. يلا باي باي.